مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا المباشر الجديد هنا من امام مركب الريادي محمد الخامس بالدار البيضاء في مقابلة اللي هتجمع حدوث الساعة 10 فريق الرجاء الريادي، فريق ظاهرة هذا الموسم، فريق النهضة الريادية لزمامرة. فكما كتشعرون مشاهدي قناة شوف تي في، ففريق الرجاء البيضاوي قام كما كنقولوا بلغة الجماهير، قام بانيماسيون تحفيزية، يعني اللاعبين دخلوا في وسط واحد الاجواء ديال الاغاني ديال الاهازيج ديال جمهور فريق الرجاء الريادي، يعني كما كتسمعوا فملي دخلوا اللعابة كتسمع دائما لعبوا عليها جيبوها، يعني الشعار المعروف ديال الفريق الرجاء الريادي، يعني ملي كيدخلوا اللعابة لأرضية الملعب يعني نفس النشيد، يعني كما كتشوفوا فهذه هي الاجواء المحيطه بمقابله لطرفها فريق الرجاء الريادي وكذلك فريق نهضه الزمامره. فدائما مشاهدي قناه شوف تي في كنحاول نقربكم اكثر من جديد المباراه، خصوصا ان فريق الرجاء البيضاوي يعني بعد استئناف الدوري فتعادل في المقابله المؤجله، المقابله اللي دارت بزاف ديال القيل والقال، خصوصا ان ما تنقولوش ان مقابله تعادت لان ما تلعباتش في الاول، يعني مقابله تم اعاده برمجتها واللي انتهت كما شفتوها بملعب العبدي بجديده بالتعادل السلبي صفر لمثله. ففريق الرجاء البيضاوي كما شفنا فدخل قبل اللحظات بجميع العناصر ديالهم باستثناء مساعد المدرب يوسف السفري اللي من هذا المنبر كنقدموا ليه التعازي الحاره ليه وللاسره في فقدان الوالده ديالو، انا لله وانا اليه راجعون. فقبل من هذا اللقاء فكان حوار لنا مع عبد السلام حانات، يعني الرئيس السابق لفريق الرجاء الريادي، اللي قال واحد الشهاده في حق يوسف السفري، قال انه مرض لوالدين، وقال اننا فاش كان كيلعب في الرجاء وكان هو اللي كيشرف على الفريق فتاكد لي جليا من بعد ما احترف يوسف السفري، اكد لي انه مرضي الوالدين ويكون مكانه كبيره الابوين ديالو. كنتمنى من ان الصوت يكون واضح بالنسبة للجمهور البيضاوي وكذلك جمهور فريق الرجاء الريادي. كما كتسمعوا فأهازيز قبل مباراة فنحاول نقربكم من اجواء المباراه. ففي هذه الاثناء عندنا التشكيله ديال الفريق الرجاء الريادي، فالرجاء الريادي كيدخل بالتشكيله التاليه في حراسه المرمى انس زنيتي، في الدفاع انس الورفلي بالجانب ديالو بدر بانون، عبد الجليل جبيره، عمر بوطيب، زريده في وسط، العرجون الحفيدي، المايسترو محسن متولي، رحيمي وحميد حداد. بالنسبه للاحتياط ديال فريق الرجاء الريادي فكنلقاو الحارس الثاني محمد بوعميره، الشاكير نقا، الهبطي ناناح، الوردي والبكاري. فمشاهدي قناه شوف تي في كنتمنى ان الاصداء داخل رقعه الملعب تكون واصلاكم. فالاخوه اللي كيسولوا على معاصر لاعب الرجاء، ففريق الرجاء البيضاوي غيلعب المقابله ديالو امام فريق النهضه الزمامره حدود الساعه 10. هذه المقابله هذه اللي كيقودها الحكم مصطفى كشاف.
كنتمنى ان الصوت ديال الاهازيج ديال جماهير الرجاء الريادي الغائبه عن هذا اللقاء بسبب اجراءات ديال الحجر الصحي ان تكون واصل اذان المستمعين الاوفياء لقناه شوف تي في. اذا مشاهدي قناه شوف تي في اللي التحقوا فينا في هذه اللحظات فمباشره من امام المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء من خلال تغطيه مقابله فريق الرجاء الرياضي امام فريق نهضه الزمامره فللتحقوا بنا في هذه اللحظات غادي نحاولوا نقربكم من التشكيله ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي يدخل بها هذه مقابلة. ففي حراسة المرمى غادي نلقاو الحارس أنس الزنيتي، في محور الدفاع كنلقاو كل من سند الورفلي وبدر بنون، في الجهة اليسرى كنلقاو عبد الجليل جبيرة، عمر بوطيب كظهير أيمن، زريدة عرجون حفيدي وسط الميدان، المايسترو متولي، وكهجوم فكنلقاو كل من رحيمي وحميد حداد. بالنسبه للاحتياط ديال فريق الرجاء الريادي فكنلقاو الحارس محمد بوعميره، عبد الرحيم الشاكير، فابريس نقا، الهبطي، ايوب نابلناح، زكريا الوردي، واللاعب الواعد بكاري. فريق الرجاء البيضاوي يعني قام بواحد البادره فهي طيله المقابله، فجماهير فريق الرجاء البيضاوي غادي يستمتع باغاني الفريق. فاهم حاجه كنتمناوها من خلال هذه المباراه فهو سلامه اللاعبين، خصوصا ان الارقام اليوم ديال اصابات فيروس كورونا كانت مرتفعه، يعني شكلت واحد رقم قياسي. فمباشره بعد قدوم الفريقين لملعب المباراه فكان يعني اختبارات ديال درجه الحراره، كذلك تعقيم اليدين قبل الولوج الى ارضيه الملعب. ففريق الرجاء البيضاوي كما كنقولوا الغائب الوحيد على هذه المباراه فهو عفوا الغائبين عن هذه المباراه، فبالاضافه لجمال السلامي اللي خيد عقوبه انضباطيه واللي موقوف اربع مباريات فيها جوج موقوف التنفيذ، فكذلك غياب المساعد يوسف السفري اللي من هذا المنبر كنقدموا ليه التعازي الحاره فقدان الام ديالو، وان لله وإنا إليه راجعون. في انتظار وصول تشكيلة فريق النهضة الريادية لزمامرة، فلحد الساعة فتشكيلة فريق الرجاء الريادي هي اللي متوفرة عندنا. ففريق الرجاء الريادي كيدخل بالتشكيله التاليه، في حراس المرمى انس الزنيتي، في محور الدفاع كنلقاو كل من سند الورفلي، بدر بانون، كظهير ايمن كنلقاو عمر بوطيب، ظهير ايسر عبد الجليل جبيره، في وسط الميدان كيتكون كل من
الشاب الواعد زريده عمر العرجون الحفيدي متولي في الهجوم تلقوا كل من المهاجمين سفيان الرحيمي وحميد حداد. فالاخوه اللي كيتسولوا مع اللاعب لاعب الماتش فمقابله مبرمجه انها تكون في حدود الساعه 10 من ليله اليوم. كما كنتو تلاحظوا في هذه الجنبات هذه ديال المركب الرياضي محمد الخامس كما كنتو كتشاهدوها من قبل فكانت تكون مملوءه من عشاق فريق الرجاء الرياضي قبل انطلاق المباراه. فشكرا لمتتبعي قناة شو تي في الأوفياء لا جماهير الرجاء البيضاوي لا جماهير الوداد الرياضي وكذلك كل الفرق المغربية واللي كتشاهد هذا المباشر هذا وكتعلق على هذا البث. فهذه هي آخر مباراة غادي يلعبها فريق الرجاء البيضاوي بدون المدرب ديالو سيد جمال السلامي، يعني في المقابلة القادمة إن شاء الله غادي يكون حاضر في دكة احتياط النسور. فيصل المروكيني سولتيني معش لاعبين الرجاء، فاخويا راه صرفت ليها بزاف المرات ففريق الرجاء الرياضي والنهضة زمامرة. فالمقابلة غادي تنطلق ابتداء من الساعة 10 من ليلة اليوم. كما كتسمعوا يعني بعض الاهاجيز ديال الفريق جماهير الرجاء الرياضي، يعني كما سموها جماهير الرجاء الرياضي بلانيماسيون. فهذا كيدل على ان اللاعبين الان في ارضيه الملعب كيجريو الحس الاحماءات ديالهم قبل التوجه الى مستودع الملابس لاخذ التعليمات قبل انطلاق المباراه اللي تعرف مشاركه ديال ابرز لاعبي فريق الرجاء الرياضي باستثناء عفوا شمر كنت كنذكر ان كاين غيابات فريق الرجاء البيضاوي. فابرز الغائبين عند فريق الرجاء البيضاوي فهم الكونغوليين نقوما وكذلك بين مالونغو. فكنتمنى من مستمعي قناة شوف تي في بأنهم يكونوا كيتصنتوا الأهازيز ديال فريق جماهير الرجاء الرياضي في هذا الأثناء. شكرا خويا حميد، حميد المواطن المغربي المقيم في الجزائر، يعني هاد الصديق هذا فكان استقبلنا في خلال الرحله ديالنا للجزائر، يعني خلال التنقل ديال قناه شوف تي في للجزائر خلال مقابلتي الرجاء الرياضي امام كل من مولوديه العاصمه الجزائريه مولوديه العاصمه الجزائريه وكذلك فريق شبيبة القبائل. فهاد الشاب هذا يعني كنوجه ليه الشكر، فأي مكان بغيتو أي مكان بغيت تنسول عليه فكنتصل به كيقدم لي المساعدات، أي بلاصة كنبغي
ندير فيها روبورتاج فتلقاه بجنبي. شكرا حميد من هاد مباشر. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي اللي تحقوا بنا الان، فكنذكركم تشكيله فريق الرجاء الرياضي. ففريق الرجاء الرياضي كيدخل بالتشكيله التاليه: حراسه المرمى كنلقاو انس زنيتي، محور الدفاع كنلقاو كل من بدر بانون وسند الوالفري في وسط الميدان، عفوا قبل ما نوصلوا وسط الميدان، فكظهير ايمن عمر بوطيب، ظهير الايسر عبد الجليل جبيره، في وسط الميدان كنلقاو كمدافع متاخر عفوا كوسط ميدان متاخر عمر العرجون يساعدو جبيره، وفك كوسط ميدان هجومي كنلقاو كل من عبد الاله الحفيظي، عميد الفريق محسن متولي في الهجوم كنلقاو كل من حميد احداد وكذلك سفيان الرحيمي في غياب هداف الفريق وراس حربه ديال الفريق بين مالونغو اللي بسبب اوضاع ديال الوباء كورونا فاستعصى عليه انه يحل الى ارض الوطن. اذا مشاهدي قناه شوف دي كنستودعكم الله الى مقابله اخرى وشكرا.